أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم ساءت أجواء مستقرة في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الشمالية الشرقية، حيث تكاثرت بعض الغيوم المتوسطة الارتفاع عملت على هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة. أيضا المنطقة الجنوبية الغربية تكاثرت بعض الغيوم المتوسطة الارتفاع أيضا عملت على هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة بشكل عام. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر غالبا صافي 11 درجة مئوية، الملموس أيضا 11، الرطوبة 80% والرياح تكون جنوبية لجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نذهب الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر لكن بارد نسبيا، سكاكا 17 إلى 8، نفس الحرارة في عرار وتبوك 20 إلى 11 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة، أتربة مثارة 23 إلى 14، طقس حار في جدة 33 إلى 23 مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ناتجة عن هبوب لرياح الصبا. أيضا مكة المكرمة أتربة مثارة 32 إلى 19 والطائف 20 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة، الباحة 16 إلى 9، أبها زخات رعدية من الأمطار 18 إلى 10 وجازان زخات من الأمطار 27 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأها بالدمام، حيث يسود طقس مستقر 24 إلى 14، حفر الباطن 20 إلى 10، الإحساء 24 إلى 12 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، الرياض 22 إلى 11، بريدة 17 إلى 9، وحائل 14 إلى 7 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.